بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم طلاب الأعزاء، يا رب تكونوا خير. إن شاء الله النهاردة هناخد محاضرة جديدة من محاضرات برنسبل هندستري الهيلسي بعنوان الكتريكال سيفتي، وهنكمل اللي إحنا بدأناه المرة اللي فاتت اللي هو مخاطر الكهرباء. إحنا خدنا المرة اللي فاتت اللي هو الصدمة الكهربائية، عرفنا إن منها نوعين، أول نوع اسمه ماكرو تشوك، وتاني نوع اسمه مايكرو تشوك، وعرفنا إن المايكرو تشوك أخطر كتير جدا من المايكرو تشوك، لأن هو المايكرو تشوك تيار بيمشي مباشرة في عضلة قلب جسم الإنسان، فممكن يبقى مميت حتى لو كان قيمته صغيرة. انما المايكرو تشوك ما بيمشيش في عضله جسم الانسان، فممكن مش مميت قوي زي المايكرو تشوك. وعرفنا ان كل ليفل من التيار بيبقى له تاثير مختلف على جسم الانسان غير التاني. يعني الانسان لما يتعرض ليه 1 ملي امبير او 1 من 10 ملي امبير غير 50 نص ملي امبير غير 1 ملي امبير غير 2 ملي امبير غير 100 ملي امبير غير 1 امبير غير 2 امبير، كل ليفل من التيار له تاثير مختلف على جسم الانسان. وخدنا كمان ان كل جزء من جسم الانسان له مقاومه مختلفه عن التاني، يعني مقاومة الجلد الناشف مقاومة الجلد غير مقاومة المقاومة بين الذراعين غير المقاومة بين الذراع والرجل غير المقاومة بين الأذنين. وعرفنا كمان إن مقاومة الجلد الناشف أكبر كتير جدا من مقاومة الجلد الطري. فتأثير الصدمة الكهربائية على الإنسان اللي في وضع إن هو ملامس للتيار أو ملامس للماء أو عرقان أو جلده طري، بيبقى تاثيره التيار الكهربائي اكبر كتير جدا من لو كان الجلد ناشف. ان شاء الله النهارده هناخد خطر من خطر الكهرباء على الجسم على الانسان، وهو ايه الحروق الكهربيه. الحروق دي بتتم نتيجه برضو ان الانسان بيلمس اللاين او بيلمس اللاين ونيوترن، بس هنا مش لفتره صغيره، لازم يلمس لفتره كبيره. احنا في معادله بتقول ان الهيت برودكشن الهيت برودكشن على جسم الانسان بتساوي 24% في اي تربيع في ار في تي. اي تربيع دي الاي داون هو التيار اللي ماشي في جسم الانسان، والار دي هي مقاومه جسم الانسان، والتي دي هي التايم اللي هيتعرض له جسم الانسان ل التيار الكهربائي. فكل ما زاد الوقت دون كل ما زاد تاثير التيار الكهربي على الجلد. يعني حتى لو ممكن يكون التيار صغير جدا، بس انا اتعرضت للتيار الكهربي لفتره كبيره جدا، يبقى انا التيار الكهربي هيعمل حروق في جسم الانسان لو كان اتعرض الانسان للكهرباء لفتره كبيره. واحنا زي ما احنا شايفين في بعض الحروق دي دي ايد اتعرضت للحروق لفترة صغيرة قوي، ودي تعرضت للحروق لفترة كبيرة قوي وتيار كبير قوي. ودي واحد كان سلك أريان مثلا، واحد داس عليه كان التيار لفترة برضه مش قليلة، حصل حروق بالشكل ده. كان بعد كده في الشرز والفرقعة اللي بتتم نتيجة استخدام الكهرباء، بس هنا شرز الفرقعة مش هتتم نتيجة إن أنا بلمس السلك أو سلك ملمس سلك أو نتيجة تيار متسرب، إنما هنا شرز الفرقعة هتتم نتيجة حدوث إن أنا بقفل دايرة أو بفتح دايرة. ويكون زي أبسط مثال لينا، لو إحنا بنقفل دايرة بالشكل ده كده أهو، أنا مفتاح أهون، وهنا في حمل لمبة او اي حاجه، و بقفل الدايره دي او بفتحها، فبيحصل شرط صغير كده احنا ممكن نشوفه لو احنا بنقيد المفتاح الكهربائي عندنا او بنفس المفتاح الكهربائي عندنا من ايد لمبه او نشغل لمبه، بنشوف شرط صغير كده بيحصل. متخيل بقى لو انت بتقفل المفتاح او بتقفل المفتاح او بتفتح مفتاح لدايره، التيار بتاعها كبير، الشرط كميه الشرط دي هتبقى كبيره جدا، مش كده؟ وكمان يبقى انا الشرط دون او الفرقعه دي هتتم نتيجه ان انا بفصل دايره كهربيه او بفتح دايره كهربيه، مرور تيار في الدايره دي في حاله الفصل او في حاله التوصيل بيعمل شارج كهرباء، او نتيجه الشحنات الكهربيه الساكنه، ودي بتتم في مش في اي حاجه، في المعدات اللي بتبقى فيها شحنه فيها كهرباء استاتيكيه، زي مثلا السيركت بريكر، ان انا بفصل سيركت بريكر بوصل سيركت بريكر، اي اتنين كونتاكت اي موصلين بينهم موصلين بيبقى واخد الهواء بينهم ماده عازله، فبتبقى في شحنه كهربائيه، الشحنه دي ممكن تعمل شارز وفرقعه لو انا بشتغل في الكهرباء. ونتيجه ان انا دايما بيحصل فيه شارز وفرقعه، فانا لازم ابقى عندي اخد احتياطات الواجب، في احتياطات لازم يعني اخدها وانا شغال. اول حاجه لما تيجي تشغل دايره او تفصل دايره لازم
اكتر حاجه هحميها هو وشي. فانا يا اما بلبس الجوانتي المخصص للاعمال الكهربيه والبدله بتاعت الاعمال الكهربيه، ابسط مثال انا هلبس الجوانتي الواقي للاعمال الكهربيه. تاني حاجه هلبس البدله لو انا شغال في تيارات عاليه وفجود عاليه في غرفه كهرباء زي كده. تاني حاجه لما تيجي توصل او تفصل دايره لازم استخدم ايدي الشمال، لما هستخدم ايدي الشمال كده هقدر احمي وشي ان هو ما يتعرضش لي الشرز والفرقعه. فانا كده حتى لو مفيش بدله او مفيش جويه مفيش بدله او في واقي العنايه، فانا اقدر كده ابعد الخطر عن عينيا بصوره كبيره. الحرائق الكهربائيه، الحرائق الكهربائيه هتتم نتيجه ان انا لو احنا عندنا سلك كهربي له مقاوم ار وبيمشي فيه تيار، نفس الكلام اللي احنا قلناه على الحروق الكهربيه، وقلنا هنقول ان البي هتساوي اي تربيع في ار. فلما ماشي في السلك، كنت جايب سلك مثلا 20 امبير ومسيت فيه سلك 30 امبير، فانا بزود المقاومه بتاعه، بزود الحراره اللي هتنتج في السلك ده. فلما زود فيه الحراره السلك العزل اللي عليه هيسيح، لما العزل اللي هيسيح هيؤدي الى ان هيؤدي لوجود يعني انهيار العزل هيؤدي لوجود حرائق. وده احنا شايفين كده في مشهد عندنا كتير جدا بنشوفه، ان بيجيب مثلا مشترك ونوصل فيه كذا سلك، والمشترك ده مثلا يكون بيتحمل مثلا 30 امبير ويروح ساحب مثلا هو 40 امبير، فيجي الماده العازله على المشترك دي تسيح، فيحصل ان يحصل ايه بقى؟ حريق، والحريق ده بقى ينزل على سجاده، ينزل على ستاره جنبك، ينزل على اي حاجه ويؤدي الى حدوث كوارث. يبقى الحرائق الكهربيه نتيجه ان انا بستخدم اسلاك وماشي بتيار معين وماشي فيها تيار اكتر من التيار دوم. او حاجه تانية ان انا استخدم اصلا اسلاك جودتها منخفضه، اجيب اسلاك يعني هو يقول لي 20 امبير وهي تكون مستحمل 10 امبير، مصدر غير موثوق منه. فبالتالي بتحدث الحرائق من هنا. يبقى الحرائق السبب الرئيسي ليها ان هو انهيار العزل الموجود على الاسلاك من زياده نتيجه زياده التيار اللي ماشي في السلك ده. لما انا جبت سلك يستحمل 20 امبير وماشي في سلك وماشي في تيار 30 امبير، فالعزل هيسيح عندي. لما العزل يسيح عندي اللي يحصل هي... لما يحصل العزل يسيح عندي فيحصل بعد كده حرائق وحرائق في المكان بتاعي. طيب لو انا بقى حصل حريق وكان المكان بتاعي فيه بعض الغازات، يجي مثلا يقول لك كده ايه، والله لو انت شميت ريحه غاز في الشقه ما تعملش حاجتين، ولا تطفي دايره الكهرباء ولا تطفي مفتاح ولا تشغل مفتاح اوتوماتيك كده. طب يبقى الحريق بيتم ازاي، الانفجار بيتم ازاي؟ نتيجه وجود ان انا اشغل مفتاح، لا وجود شرز نتيجه غلق او فتح دايره اثناء وجود تسريب للغاز. واشهر الحرائق عندنا اللي هي مثلا لو في تسريب غاز في الشقه، غاز اللي هو الغاز البوتاجاز، ويحصل ان انا اولع النور او اطفي النور، فهوب الدنيا يحصل انفجار كبير. وكمان الحرائق اللي بتتم عندنا في المحولات دي بيبقى فيها التركيب الاساسي بتاعها بيبقى عباره عن غاز للتبريد. الغاز دون ممكن المحول ان انا بقى بزود عليه الحمل شويه، فلما الحمل يزيد الغاز ده بيتحلل وينتج عنه ابخره، وبعد كده يحصل عنه انفجار زي ما احنا شايفين كده. طب ايه اللي هيؤدي للحوادث الكهربيه؟ هل الحوادث الكهربيه لبعض الحاجات بعض الحاجات اللي انا ما باخدش بالي منها، زي مثلا ايه اللي هو استخدام عوازل غير مضمونه. زي ما احنا قلنا كده، انت تشتري سلك كهربي، بس السلك الكهربي ده اشتريه من مكان مضمون عشان لما يقول لي 20 امبير هو العزل اللي عليه يتحمل ال 20 امبير بتوعي. تمام. كمان يعني الاجهزه بتاعتنا لازم اتاكد ان النهايات بتاعه الكابل اللي انا هوصل بيه النهايات مش مقطوعه، عشان ما يحصلش برده نفس الكلام يحصل ساعات النهايه بتاعه الكابل مقطوعه كده، فممكن يحصل شرز، والشرز ده ممكن يؤدي الى حريق وهكذا. يعني عدم يعني انا في بعض الحالات اللي بنشوفها ان انا بستخدم بعض اللوحات الكهربائيه زي اللي موجوده في الشارع، اللوحات دي بيبقى لها حاجه اسمها اي بي، درجة عزل معينة، مش كده؟ ليه بقى؟ عشان ما ادخلش مثلا عندي لوحة في الشارع، اللوحة دي معرضة لعوامل جوية، إن أنا ينزل عليها مطرة. لما ينزل على مطرة وتنزل جوه اللوحة، إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل إن هيحصل انفجار جوه اللوحة. لما يحصل انفجار، آسف، هيحصل إن في مية هتيجي على المكونات الكهربية، فتؤدي إلى وجود بعض المشاكل. من الحاجات برضو اللي هي بتعمل مشاكل، يبقى تأثير عدم استخدام الأجهزة الكهربية السليمة في الأماكن السليمة.
ليه؟ لان لازم انا اعمل حساب الرياح وحساب ده كله. يعني مثلا لو انا بعمل بفرك سلك بين برجين مثلا ولا حاجه، فانا لازم انا ابقى واخد في معايا ان في رياح هتيجي فتخلي الاسلاك تلمس بعضيها. يعني لازم انا بعمل حسابي ان انا في شد السلك بين الابراج. بعض الممارسات الخاطئه اللي بنشتغل بيها كلنا في السيفتي عموما، مثلا لو انا راح اشتغل في مكان في اي شركه ما، وعايز اعمل اعمال كهربائيه، الاعمال الكهربائيه دي لازم في حاجه اسمها لازم نفس المصدر الكهربائي الرئيسي واجيب عليه مفتاح قفل كده اسمه لوتو، بحيث ان ما حدش يجي وانا شغال جوه في بعض الاعمال في اللوحه ان حد يجي يشغل كهرباء، مش كده؟ فتاني حاجه ان انا الاجهزه بتاعتي اللي بستخدمها في كل الاماكن الشغل بتاعي يبقى لها شنيور، يبقى اتاكد على السلك بتاعي ما فيش فيه قطع، ما فيش فيه حاجه. السلك بتاع الشنيور ذات نفسه اتاكد ان انا هحطه في فيشه، الفيشه دي تستحمل تيار كبير، ما احطوش في فيشه تستحمل تيار صغير، فتيجي انا ارفع اشغل الشنيور فيحصل عندي ان الكهرباء تفرقع كل شويه، تفصل كل شويه، وهكذا يعني. طيب زي ما احنا قلنا كده، في بعض العوامل اللي انا في بعض الحاجات لازم اخدها في الحسبان عشان اتلافى المخاطر الكهربائيه. اول حاجه اللي هو العزل، هناخد عزل دون اللي هو ان انا اجيب سلك، السلك دون يبقى معزول كويس، والسلك المعزول كويس دون محملوش تيار اكتر من اللازم. تاني حاجه ان الاجهزه بتاعتي لازم ما الاجهزه بتاع العده بتاعتي اللي انا هشتغل بيها، مش هروح اشتغل ببنسه مش معزوله اصلا وانا جاي اشتغل في الكهرباء، فايه اللي يحصل؟ فاللي يحصل ان انا على طول هتكهرب، مش كده؟ يبقى انا انسيوليشن عزل الاسلاك، يبقى الاسلاك بتاعتي كلها تبقى معزوله تمام. تاني حاجه المعدات اللي انا هشتغل بيها لازم تبقى معزوله كويس، سواء كان مفك، سواء كان بنسه، سواء كان زراديه، اي حاجه، اي حاجه همدها في لوحه الكهرباء لازم تبقى معزوله كويس. تاني حاجه اللي هو الجراوند. الجراوند ده من اهم الكومبوننت عندنا في السيستم. يعني الجراوند ده له وظيفتين رئيسيتين. اول وظيفه لو احنا بنشوف كلنا عماره كبيره ولا حاجه عليها بروب كبير جدا كده من فوق، البروب ده بيحطوه ليه؟ هتلاقوه على ناطحات السحاب والعمارات الكبيره اللي هي 12 و12 دور فيما فوق يعني. يقول لك ان بيحصل بعض الصواعق، الصواعق دي يعني ايه صعقه؟ بيحصل ان في جهد ان في جهد كبير جدا بيحصل لمده صغيره جدا يضرب المنشاه بتاعتي. فانا ببقى عايز اخد الصاعقه كديا اللي هو التيار الناتج من الصاعقه دي او اعمل له مسار، فبنعمل له بناخد البروب ده هو اللي موجود على الـ على الـ على الـ على المبنى بتاعنا ونوصله بالارضي. الارض ده عباره عن بير، البير دوت بنفحت بير بعمق معين 3 متر مثلا ونحط فيه بروب من النحاس، البروب ده من النحاس دوت بحيث البروب نقيس مقاومته في الاخر تبقى اقل من 5 اوم، بحيث لما تيجي الصاعقه تضرب البروب ده ياخدها ووصلها على طول على جسم على الارضي اللي هو الجراوند ده اللي هو مقاومته صغيره جدا. طيب وطب وانا في تاني في الجراوند ده اللي هو وظيفه تانيه، وظيفه تانيه ان انا بيحميني من حاجه اسمها ليكج كارنت، مش كده؟ وحاجه اسمها جراوند فولت، ان انا المس. طيب احنا كلنا بنلمس كده بعض الاجهزه عندنا في البيت من انها من الكهرب. ليه من الكهرب؟ من الكهرب حاجه اسمها ليكج كارنت. الليكج دون انا المفروض باخده، الليكج كارنت ده باخده امشيه انشئله مسار اقل من مسار اقل مقاومته اقل من مقاومه جسم الانسان. عشان كده الجراوند لما باجي لو انا لو بره بنلاقي الفيش عندنا بثلاث اطراف بره، يعني الفيش الاجهزه اللي جنب بره بنلاقي الفيش على ثلاث اطراف، لاين ونيوترال اهو، لاين ونيوترال وجراوند. فالجراوند دول متوصل ب هنا على المثال، على سبيل المثال موصل، هو ما فيش عندي انا بيت صغير جدا ما فيش عندي ارضي، فبقول لك احنا هنجيب ماسوره الميه ونوصل عليها الطرف الثاني اللي هو الجراوند داون، مش كده؟ ليه؟ عشان انشئ مسار يعني البايب دي بتبقى مقاومتها اقل من مقاومه جسم الانسان، فلما تيجي تلمس انت اي حاجه اي معده فيمشي في جسم فيمشي في الـ في الـ في الجراوند ما فيش فيك انت، مش كده؟ ودايما
اللايم بيبقى لونه احمر او اصفر او بلاك، مش كده؟ دي انواع ستاندر. والنيوترال اللي هو المكمل الدايره بيبقى ابيض او بلاك او بلو، ودايما الجراوند بياخد اللون الاخضر. طيب لو مفيش، احنا قلنا احنا هنحمي من حاجتين، اول حاجه من الصواعق ودي خلاص، تاني حاجه من الليكج كارنت، مش كده؟ امتى يحصل تيار متسرب يا جماعه؟ احنا عارفين التيار اللي بيمشي في الدايره هيمشي من اللاين اهو، ادي اللاين وادي النيوترال، هيمشي من اللاين نروح للنيوترال. لو كان التيار اللي ماشي في اللاين هنا اهو قد تمام ماشي في نيوترال، فكده مفيش دي كده نمر اوبليشن، مفيش تاثير، يعني ده الوضع الطبيعي ان انا مش هيمشي ليكج كارنت في الدايره، فانا مش هكهرب. يبقى زي ما احنا قلنا وظيفه الجراوند وهيحميني من حاجتين، الجهد بتاع الصواعق ماشي كده، او الجهد العالي في اي دايره، وتاني حاجه هيحمي لي الدايره بتاعتي من الليكج، هيحمي لي الليكج، هيحميني من الليكج كارنت. طيب احمل بيه، بعمل بيه حاجتين، حمايه للاجهزه وحمايه للاشخاص. فاحنا هنا بنقول لو كان الدايره، لو احنا قلنا ان اي دايره بتاعتنا هيمشي التيار من اللاين للنيوترال مفيش اي مشكله، لكن لما يحصل ان في تسريب للتيار الكهربي بين من اللاين للسيرفيس بتاعت للسيرفيس بتاعت الاجهزه، فده يبدا يحصل الليكج كارنت. الليكج كارنت ده بيبقى على اهو، ادي الجهاز عندي اهو، حصل تسريب وادي التيار اللي داخل الجهاز والتيار اللي خارج اهو، وانا الانسان اهو، فلو انسان لمس الجهاز ده كده وفي ليكج كارنت هنا فالانسان بيتكهرب، مش كده؟ لكن لو كان في ارضي اهو، الجهاز ده متوصل بالارض كده، فالتيار بيمشي في مقاومه الارضي لانها مقاومتها اكبر، اقل من مقاومه جسم الانسان، مش كده؟ ومشيش في جسم الانسان. طيب يبقى في حلاق، وكمان الكلام ده لما يحصل شورت سيركت، كمان هو ليك في ليكج كارنت لو في تيار، بيبقى في ليكج كارنت صغير لو في، لو كمان الدايره شغاله بنورمال اوبريشن. متخيل بقى لما يحصل شورت سيركت وفي اصلا في ليكج كارنت اصلا على الجهاز دون، ويحصل شورت سيركت، فلما يحصل شورت سيركت ايه اللي يحصل؟ يمشي تيار كبير جدا، التيار الكبير جدا دون هيؤدي لتدمير الجهاز بتاعك، مش كده؟ طيب ولو كمان، طب لو كان الانسان المريض، لو كان الانسان ده مريض وقاعد في غرفه العمليات وهو متوصل على عامل عمليه قلب مفتوح، وحصل مثلا ليكج كارنت ودخل في القلب، هيحصل له ساعتها ايه؟ هيحصل له ساعتها مايكرو شوك. المايكرو شوك ده ممكن يقتل الانسان، مش كده؟ فيبقى الجراوند ده بيحميني، يبقى كل الاجهزه بتاعتي متوصله بالجراوند عشان احمي الانسان من الليكج كارنت بتاعي، سواء في الظروف العاديه او في حاله فلوس ايه؟ حاله حدوث فوضى. يبقى الليكج كارنت بيتم الكومبوننت اللي بتسبب الليكج كارنت، يعني برضو مثال بسيط جدا، لو احنا عندنا اي عازلين اي موصلين وبينهم ماده عازله، فده ممكن برضو يسبب ان يحصل ليكج كارنت، ودي بتتم في الكومبوننت اللي في في الفلتر، في الباور ترانسفورمر، في الباور واير، اي سلكين كهربيين كده، اي سلكين كهربيين كده اهم، دول بيعتبروا كموصلين ومنهم ماده عازله، فبيحصل فيه هنا كاباستور بيسمى هنا كاستري كاباستور، فبيمشي برضو ليكج كارنت. يعني الانسان هيتعرض لصدمه كهربيه لو لمس اي جهاز كان في قلبيه ليكج كارنت، او لمس اللاين، او لمس الهوت واللاين وقفل الدايره في، او لمس اللاين وقفل الدايره في الاخر. مثلا في بعض الحالات بنشوف بعض الطيور بتقف على بعض الاسلاك ما بيحصلهاش حاجه. ليه بعض الاسلاك ما بيحصلهاش حاجه؟ لو احنا فرضنا ان هي العصفوره مثلا، الطائر مثلا كان له رجلين كبار زي ده كده، ورجلين هو بيعملوا مسافه كبيره، فهم هيتأدي ان هو في فرق جهد بينهم، ففرق الجهد ده يخلي الطائر يتكهرب.
لكن هو من ستر ربنا عليهم ان هو الفرق الجهد بينهم ما بيبقاش بيبقى صغير جدا، يعني كاد يكون معدوم، لان هو بيبقى ماسك حته واحده. انما الانسان غير الانسان. الانسان بقى اهو لمس اللاين، وتقول لي طب ما هو ما لمس النيوترون، ما لمس النيوترون. لا، الانسان اصلا مربوط بالارض من ناحيه، مربوط بالارض، يعني انت لمست اللاين اهو لكنك رجلك واقفه على الارض، فتعتبر فكده بيحصل ان التيار يمشي كده في جسم الانسان كده، فيمشي من اللاين للنيوترال اهو للارضي، من اللاين لجسم الانسان للارض، فتحصل الصدمه الكهربائيه، ان بقى في فرق جهد بينهم. انما العصفوره ذات نفسها مفيش فرق جهد بين رجليها، يعني هي لمسه الاثنين لمسه نقطه واحده، مش كده؟ يبقى الانسان ممكن ما يتكهربش لو احنا قطعنا الباص ده كده عزلناه على الارض، ان هو يلبس سيفتي. السيفتي دون الجزمه دي بتبقى عازله عن الارض، بشرط ان هو ما يلمسش الدايره الا بايد واحده بس، انما لو لمس الدايره بالايدين هيتكهرب. مش كده؟ يبقى تاني حاجه ان انا انشئ مسار ده في حاله ان هو لو لمس اللاين مباشره. طب هو لو لمس جهاز بقى كده، الجهاز ذات نفسه من اهو يبقى مربوط بالايه؟ بالارضي. فبدل ما التيار يمشي في جسم الانسان يمشي فين؟ في الارض، ده لو في حاله لو لمس الجهاز بتاعي. المحصله ان كل المفروض ان كل ان الصدمه الكهربائيه هتتم امتى؟ لو الانسان لمس، يعني هيحصل صدمه كهربائيه امتى؟ لو الانسان لمس اللاين، او لمس اللاين ونيوترال، او لمس الجهاز اللي فيه ليكج كارنز ذات نفسه. ماشي كده يا جماعه؟ وكمان لازم نختار العوازل بتاعتنا بصوره كويسه جدا. يعني الاسلاك بتاعتنا لازم تبقى معزوله كويس، والعزل بتاعها هيتحمل قيمه التيار اللي ماشي فيها. دي بعض الامثله للصدمات الكهربائيه، للصدمات الكهربائيه نتيجه ليكج كارنت. انا عندي دايره هي، الدايره دي عباره عن لاين ونيوترال، وحصل ان الجهاز بتاعي حصل ليك الشاسيه بتاع الجهاز بتاعي وصل بالنيوترال، فاللي يحصل عليه الجهاز كله هيبقى مكهرب. لو جه الانسان لمسه اللي يحصل يتكهرب على طول، لان الانسان من تحت متوصل بالارض. فانت لو عايز ما يتوصل ما يتكهربش الانسان، فهتقطع الايه؟ لازم يبقى لابس السيفتي في السيفتي هنا كده، فهي ما يحصلوش حاجه. طب الحاله الثانيه ان انا هستخدم هحط بقى هربط الجسم بتاع الجسم بتاعي بالارضي، ولما اجي المس لما اجي لما لما يحصل في ان اللاين يوصل بال هذا اللاين اهو اتوصل بجسم الانسان بجسم المعده، فلما اجي انا المس المعده ايه اللي هيحصل؟ التيار هيمشي في الارث، مش هيمشي بجسم الانسان. فدي وظيفه الارث، وظيفه الارث ان ما يحصلش، وظيفه الارث او الجراوند ان هو يمشي بنشئ مسار للتيار مقاومته اقل من مقاومه جسم الانسان. مش كده؟ فيبقى احنا لازم كل الاجهزه بتاعتنا تتوصل بالارضي، مش كده؟ والارض دون لازم كل شويه نختبر المقاومه بتاعته، بيبقى لهم مقاومه معينه. يعني مثلا ادي الارض هو الووتر بايب دي، في بعض الحالات في بعض المنشات الصغيره نربطها على الووتر بايب دي بتعمل مسار التيار اقل مقاومه جسم الانسان. بس هو الصح ان احنا نيجي نهو كده اهو جنب البيت او جنب العماره، ونفحت ونحط بروب. البروب ده من النحاس، البروب ده من النحاس، ونقيس مقاومه البروب ده. لو كانت مقاومته اقل من 5 اوم مثلا فيبقى خلاص نوصله، لو كانت مقاومته اكبر من 5 اوم نبدا نحط هنا ملح وفحم وحاجات مصدر كبير لغايه ما ونحط ميه، بحيث ان ايه المقاومه بتاعت البروب في الاخر ده تبقى صغيره جدا، وبعدين نوصل ده كده. فلما يحصل برضو نفس، يعني ممكن نحط ووتر باي وممكن نحط ايه جاون. يعني الكارثه اللي بنعملها كلنا ان احنا بنيجي نقول له والله جالنا فيشه ثلاثيه لاين ونيوترال وجراوند، واحنا نيجي نعمل ايه بقى؟ نروح قلبين شايلين جايبين كونفرتر كده يحول من ثلاث اطراف لطرفين عشان نلغي ايه الجراوند خالص، عشان حضرتك لما تيجي تلمس الجهاز بعد كده اللي يحصل تتكهرب. يبقى من السلامه، يبقى المخاطر، يبقى الوقايه من المخاطر الكهربيه. خدنا النهارده حاجتين، اول حاجه كل الاسلاك بتاعتي تبقى معزول عزل كويس، والعزل دون يعني انا يعني العزل ده يكافئ التيار، يعني يمشي في تيار مكافئ للتيار اللي يمشي فيه. يعني مثلا جبت سلك 20 امبير
ما مشيش فيه اكتر من 20 امبير. ده دي ليها اختبارات. يعني احنا لما بنيجي نامن على منشاه، من ضمن بوليسات التامين بتاعتي ان يقول لك والله انا عايز شهاده تقول لي ان الاسلاك بتاعتك كلها طبق للمواصفات. يعني ايه طبق المواصفات؟ يعني الاحمال بتاعتي ما تسحبش تيار اكتر من تيار الاسلاك. عشان ايه؟ عشان ما يحصلش ماسك كهربائي، الماسك كهربائي وهكذا يعني. يبقى انا العوازل تبقى مظبوطه، الاسلاك يمشي فيها التيار بتاعها، ما يمشي فيها تيار اكتر منه. تاني حاجه، كل المنشآت بتاعتي تبقى متوصله بالجراوند، مش كده؟ كل الفيش بتاعتي متوصله بالجراوند، فيها جراوند والاجهزه متوصله. يعني ما يعني نفترض مثلا ان انا جبت فيشه ثلاثيه، مش كده؟ وكان الجهاز ذات نفسه اصلا مش متوصل بالجراوند من جوه، فيبقى اللي هيحصل يبقى ملوش لازمه، يبقى ده كده مش هيوصل باي حاجه خالص، الجراوند ده مش هيتوصل باي حاجه خالص. ودايما نيجي نشوف يقول لك ايه، الجراوند ده ثلاث اطراف، الفيشه دي ثلاث اطراف، طرفين لهم مساحه مقطع وطرف لهم مساحه مقطع تاني كبيره خالص. ليه كبيره خالص دي؟ دي مساحه مقطع الجراوند، عشان تبقى كل ما كبرت مساحه المقطع كل ما قلت الايه؟ المقاومه. يبقى ده مميزين بنقلل مقاومته خالص السلك دوت، بحيث ان هو التيار ما يبقى في الاخر ما اجيبش يعني ما اعملش حاجه. يعني مقاومه السلك بتاعت الجراوند هتبقى قليله، الاسلاك بتاعت الجراوند قليله، وكمان البروب يعني الطرف بتاع الفيشه هتبقى ايه؟ هيبقى مساحه القطر بتاعه ايه؟ قليل، عشان المقاومه بتاعته ايه؟ تقل. ماشي كده؟ يبقى انا الجراوند مهم بالنسبه لي، الانسوليشن بتاع العزل ايه؟ مهم بالنسبه لي. دي احنا الاستاد اللي فاتت دي كانت لما كان حصل شورت بين اللاين والنيوترال، اللاين والجسم الجهاز. ففي بعض الحالات ما بيحصلش ان انا توصيل مباشر من اللاين وجسم الجهاز، شايفين كده؟ في بعض الحالات انا في تيار ماشي، تيار كهربي ماشي هنا في سلك اهو، والجزء والجسم نفسه معدن، جسم المعدة نفسه معدن، فيحصل ان هو تيار متسرب اسمه ليكج كارنت. يعني التيار اللي فاتت دول كان نتيجة ان في تيار هيمشي نتيجة اتصال، هيمشي في جسم المعدة نتيجة اتصال اللاين بجسم المعد مباشرة، انما هنا ايه؟ هيبقى تيار غير مباشر اللي هو ليكج كارنت، اللي هينشأ نتيجة ان اللاين دول سلك كهربي، مش كده؟ وده يعني موصل، اللاين ده موصل، والجهاز الجسم المعد ده موصل، فيحصل فيه ليكج كارنت، تيار متسرب كده يمشي من يتسرب من زي ما احنا بنقول كده ليكج كارنت، تيار متسرب يتسرب من اللاين يروح لجسم المعد، هو مفيش اتصال مباشر اهو. وطب انا الانسان لو جه لمس المعد هنا كده في ساعتها ومفيش الارض ده كده، ايه اللي هيحصل؟ هيتكهرب، لان ده ليكج كارنت، ده التيار الصغير اللي احنا ساعة ما نيجي نلمس كيسة الكهرباء، الكيسة بتاعتنا ونتكهرب منها. ده ممكن يبقى مميت في حالة من الحالات، لما التيار ده هو وصل مباشرة للقلب، مع انه تيار صغير جدا واحنا ما بيحصلناش حاجة، بيحصل لما بيجي لو هو لمسناه بايدينا كده اسمه ماكرو تشوك. لو جه في عضلة القلب للأرض كده، في عضلة مشي في عضلة القلب للأرض كده وبعد كده كمل النيوترال، فاسمه ايه؟ مايكرو تشوك. فممكن يبقى مميت ساعتها في الحالة دي. مش كده؟ يبقى أنا بحمي الأجهزة بتاعتي عن طريق الجراوند من حاجتين، من الشورت بين اللاين والجهاز بتاعي، او بين يحصل ليكج كارنت بين اللاين والجهاز بتاعي، فانا بنشئ مسار للتيار اهو جراوند، يبقى مقاومته 1 اوم، بحيث ان انا لما يحصل تسرب اهو، شوف هو هنا موصل الجسم بتاع المعد، يبقى انا هشتري اول حاجه هنفحت البير اهو، تاني البير اهو، ونجيب هنا بروب، البروب ده هو كده اهو مقاومته صغيره، واوصله بجراوند. بعد كده اجيب اسلاك ثلاثيه، هو سلك ثلاثي، هو فيشه ثلاثيه فيها ثلاثه، طلع منها اطراف لاين ونيوترال وجراوند، لاين ونيوترال وجراوند. وبعدين جسم المعد ذات نفسه اوصله بالايه؟ اوصله بالجراوند. انا افترض ما وصلتش جسم المعد هنا هتكهرب على طول، يبقى لازم انا اوصل جسم المعد هنا كده، لازم اوصل جسم المعد هنا باستمرار، بحيث اي تيار متسرب اي شورت هنا كده يوصله بجراوند. ساعات بعض الغسالات يقول لك ايه، ده حصل الماتور حصل فيه شورت، الماتور حصل فيه شورت ازاي؟ ان الورنيش اللي عليه حصل ان هو التاكل وتوصل بيه الماتور. ففي غسالات زمان كانت يعني امهاتنا بتغسل الغسالات اليدويه كانت بتكهرب ليه دايما؟ كانت بتكهرب ايه؟ ان جسم ان الماتور حصل فيه اتوصل بجسم المعده، الماتور اتوصل يعني السلك ده نفسه بتاع الماتور حصل فيه ان هو اتوصل بجسم المعده، فالغساله بقت تكهرب. لما تيجي ولو انا مقست الغساله دي في حاله ان
مش موصلها مفيش ميه تحت مني، فالموضوع هيبقى عادي، هيبقى لسع كده وخلاص. انما لما يكون في ميه كمان ممكن تؤدي الى حروق، الى حروق وكهرباء وحاجات من هذا القبيل. كل سنه وانتم طيبين، يا رب تحافظوا على نفسيكم، وما يعني ولو في اي استفسار ان شاء الله نتواصل مع بعض على الصفحه بتاعتنا ان شاء الله.